السلام عليكم يا اولاد، كل عام واحنا بخير. بمناسبه العام الدراسي الجديد، للي ما يعرفوش انا مين من زمايلكم اللي اكبر منكم او من الزمايلكم اللي معاكم دلوقتي ومع ايديهم السنه، دكتور استاذ مساعد جلاله القدر، رئيس القسم هنا في الجامعه ورئيس القسم في جامعات اخرى اكبر من ان انت تعرفها، تمام، واكبر من ان انت تفكر فيها اصلا، تمام. فبالتالي تحترم اللي واقفه قدامك، تحترم كل كلمه بتقولها. انا يا ولاد لما سافرت امريكا السنه اللي فاتت كنت بحضر دكتوراه في جامعه ويل سميث، كانت الطلبه ما بشوفش الهرجله دي خالص. الاستاذ اللي ورا هتنفذ متطلباتي، هتلاقيني زي ماما في البيت وديها وجميله، هتلعب بديلك هتشوف العين الحمراء، واسال على العين الحمراء بتاع الدكتور جلاله القدر، تمام. احنا متاخرين ليه يا ولاد؟ ابتدينا السنه بالعربيه عطلانه، اتفضلوا خشوا. النهارده بس يا ولاد بسمح بالتاخير، بعد كده الدخول متاخر اكتر من 25 ثانيه بره الجامعه خالص، مش بره المحاضره، مش عايز تخبيك كل شويه تقف في جسر السويس وتجيلي بعدها. لما سافرت يا ولاد اخر سفريه في فرنسا في جامعه سعاد حسني هناك، مفيش تاخير، الناس ماشيه بالساعه، فبعد اذنكم نبقى زي بره، تمام، بعد اذنكم ربنا. انا عندي طياره بعد المحاضره هنا، عايز اتعرف عليكم بسرعه. تيمور انت بتعيد معايا، اطلع بره عشان بدي سنه كده عيد دي كمان ورقه. يلا يا ولاد، وكويس 25 سؤال بسرعه.